قال نذهب الآن لمتابعة جلسة النطق بالحكم على المتهمين في قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح وإلزامهم بالمصاريف الجنائية وببراءتهم عن تهم الانضمام لعصابة ووضع النار ومقاومة القائمين على تنفيذ أحكام القانون من الباب القسم الأول من الباب الثاني. انتهت الدعوة، شكرا. إذن تابعنا معكم جلسة النطق بالحكم في اقتحام مركز شرطة أطفيح و